كثير بحب الأكل يعني فعلياً لما نحكي عن البصل عن التومة عن زيت الزيتون هم طلع على جدودنا اللي عمروا بأعمار كثير كبيرة هم كانوا عايشين على الأكل الطبيعي فعلاً. وهم اللي كانوا ما عم بفكروا يأكلوا برجر وبيتزا ومشروبات غازية وشوكولاتات صح ولا لا بيطلعوا على الحقل وبلموا اللي بدهم ياه بالضبط بقلة هندبة خبيزة حويرنة إيش في حواليهم وبياخدوها فمعلقة تومة مقطعة كانت سواء صبح الري أو قبل ما ينام وفي ناس بيقولك ما بقدر لأنه ريحتها ممكن تزعجني مع طبيعة شغلي بقدر ناخدها قبل الوجبة بالضبط وناخد ورقة بعدها ورقتين نعناع بتحفز الحرق بتفتح الشرايين بتنظف الكلى بتقوي المناعة احنا عم نحكي عن معلقة شاي كتير صغيرة النقطة الثانية اللي أنا بحب نحكي عنها زيت الزيتون في ناس بيحبوا ياخدوها معلقة الصبح في ناس بيحبوا يحطوها بفنجان قهوة سادة وبرضه ياخدوا زيت الزيتون عبارة عن أوميجا 3 6 9 واللي هي الدهون الأساسية المفيدة جدا للدماغ وللجسم بشكل عام بنفس الوقت تفتح الشرايين وبتساعد على زيادة الحرق بالطريقة الطبيعية